لا يلومن إلا نفسه، يتحمل المسؤولية الكاملة في نزوله. الرئيس محمد مرسي، الرئيس المنتخب اللي يرشه بالمية هرشه بالدم. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، لو اعرف ان ميدان رابعة العدوية في سكينة عشان يقتلوا بها عسكري كنت اول واحد خرج من الميدان. سيخرج الرئيس محمد مرسي ويعود الى القصر ويكون هو رئيس الجمهورية ان شاء الله. قوه عزيمة عزيمة ايمان ايمان رجالك مرسي في كل مكان. انا مش ضد عز محمد مرسي ولا محاكمته. زمان واحنا صغار في الاخوان المسلمين، يعني اذكر وانا في ثالثه ثانوي مثلا، كنا هو في حضرتك كنت في الاخوان المسلمين من 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 وانت سنه قد ايه؟ من وانا في اولى ثانوي. طب جميل. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، انا لست عضوا في جماعه الاخوان المسلمين ومحدش في الدنيا مصدق الكلام ده. احلف لكم بالطلاق، جماعه الاخوان المسلمين الان في هذا الوقت، في هذا الوقت هي القادره، هي القادره على ان تمنع انهيار مصر. لو الزمن رجع بينا ورا لا يمكن هقف جنب الاخوان، عشان هم ما بيعرفوش يشتغلوا وعشان هم ما بيعرفوش يعملوا الحاجه الصح. اعرف وزير الداخليه جاب الرجوله دي منين وجاب من امتى بقى راجل؟ يعني لن اسمح لهم ان يقبضوا علي الا جثه هامده. ازاي يا صالح واحد كذاب زي الكذب البين الشرك اللي هم فيه لما